يعني سنوات عشر بنكة تقوم في البلاد، ولكن البترول من الذهب الأسود. نعتبر أنفسنا في هذه الربوع شهداء أحياء لأجل تونس. إطارات الثقافة والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لن تحيدين، يريدون أن يطفئوا نورا جديدة بين الحكام والمحكومين. الوقفة هذه هي دعم للسيد الرئيس قيس سعيد، هي الدعوة إلى حل البرلمان، هي أن لا رجوع إلى الوراء، هي أن ندعم ونساند كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها السيد الرئيس في الحركة التصحيحية في 25 جويلة 21، ودعمها بالأمر الرئاسي 117. نحن مع هذه القرارات الاستثنائية من أجل إعادة الدولة لأهلها، لأجل إعادة القانون إلى مساره، إلى إعادة هيبة الدولة إلى أهلها. طبعا الشعب المهمش والشعب المفقر والنخب السياسية الواعية بمصير الدولة تقف اليوم معنا من تطاوين إلى بنزرت، كلها دعم ومساندة إلى الإجراءات الثنائية. ندعو السيد الرئيس إلى حل البرلمان، إن إكرام الميت في دفنه وإكرام البرلمان في حله. ملف مقاومة المسار، أول ملف مقاومة. هذا كل اللي صار في المرحلة هذه. نحن مع مسار التغيير، نحن مع مسار التجديد. يظهر لي الناس كل اللي ثم دعوة للحضور يوم 3 أكتوبر لاستعادة شبكات التواصل الاجتماعي في تونس كل، ومضمون الدعوة نتاعها هي مساندة التدابير الاستثنائية اللي اتخذها الرئيس في الأمر 117. احنا في تطاوين نعبر على رؤية أخرى، بما أن الولاية الوحيدة اللي خرجت بين 25 جويلية ضد قرارات السيد الرئيس، اليوم فرصة باش نخرج ونساند السيد الرئيس ونعبر على أن تطاوين فيها رؤية أخرى ورأي آخر وقرار آخر.